يواصل الفلسطينيون بالضفة الغربية الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن صدق الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه. تغييرات وعيوب كبيرة لاقت رفضا جماهيريا واسعا من قبل الشارع الفلسطيني. يتجه قانون الضمان الاجتماعي للدخول حيز التنفيذ في موعده المحدد بعدما نال مؤخرا توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واحتشد الآلاف من الفلسطينيين وسط مدينة رام الله اعتراضا على نص القانون، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بإجراء التعديلات عليه باعتباره غير ملائم للواقع الفلسطيني، ورددوا هتافات تطالب بتأجيل التطبيق الإلزامي له حتى يتم التوافق على بنوده. النص طبعه هو مأخوذ من الأردن ونص الأردني، وبالتالي هم أخذوا النقاط اللي هم بدهم إياها. إحنا مش ضد أن الضمان الاجتماعي ينفذ، ولكن بالطريقة اللي تفيد فيها المواطن. قانون الضمان الاجتماعي من أوله منلاقي فيه إشي أنه في فائدة فيه للفرد اللي عايش بالمجتمع، أما إذا كملنا القانون لآخره فإنه منلاقي أنه في إشي بأخذ من حقه للمواطن اللي عايش بالمجتمع هون. وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف شهريا بشكل إلزامي بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، واقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان مع احتساب متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة. وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب التقاعد بلوغ السن القانونية أي 60 عاما، وأن يكون الحد الأدنى لاشتراكات الفرد الشهرية ما يعادل اشتراك 15 عاما، الأمر الذي دفع المواطنين للاعتقاد بأن ذلك سوف يعرض صناديق الضمان لمشاكل مالية وقضايا فساد. احنا ما بنطالب بإلغائها، بس احنا بنطالب بتعديل هذا القانون، لأن هذا قانون مجهد وظالم بحق الشعب الفلسطيني. بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، هذا قانون أنا شايفه بسلب وبأخذ حقوق الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وفي مؤتمر صحفي أكد أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة لتستمع إلى كافة فئات المجتمع وتعدل عليه، لكنها لن تؤجل الموعد المحدد للبدء بالعمل به. قانون الضمان الاجتماعي قانون لاقى رفضا واحتجاجا واسعا من قبل الجماهير الفلسطينية، والتي اعتبرته قانونا كارثيا يمس حقوقهم وينتقص منها. من مدينة رام الله، عبد الرحمن الكحلة، I24 News.